إلى ذلك، أصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر بيانات تثمن الخطوات التي اتخذتها السعودية ضد القرصنة والبث غير القانوني الذي يتعارض مع الأنظمة والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. وأشاد المجلس الوطني للإعلام في الإمارات بالخطوات الفعالة والمتتالية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية. واستهجن المجلس محاولات قطر إقحام اسم المملكة العربية السعودية بهذه المسألة، وأرجع ذلك إلى الدوافع السياسية لقطر ومحاولة منها للتغطية على فشلها التقني الواضح بمنع قرصنة قنواتها الرياضية. وندد المجلس بإقحام قنوات بي إن سبورت الرياضية بالسياسة والتي تم رصده بشكل متواصل على شاشاتها. من جانبه، استهجن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر محاولات قطر إقحام اسم السعودية في قضية بي أوت المتهمة ببث مباريات مونديال روسيا. وأعرب المجلس عن تفهمه للأسباب التي دعت السعودية لمنع قنوات بي إن سبورت التابعة لشبكة الجزيرة نظرا لارتباطها ودعمها للإرهاب.